ليه في شر؟ احنا دايما نقول ان ربنا طيب، ربنا خير، ربنا صانع الخيرات، طب ليه في شر؟ الشر يؤكد ان الانسان حر. اللي بيعمل الشر هو الانسان بالتعاون مع الشيطان. حتى لو ربنا سمح بوجود الشر لانه اب طيب بيدي حريه لاولاده، ربنا بيحاصر الشر وساعات يطلع من الشر خير ومن الوجع قيمه كبيره للبشريه. انما الشر في الاخر اختيار الانسان، صناعه البشر، وبالتالي الانسان لو اكتشف الحقيقه بيقاوم الشر فبيلاقي الخير اقرب له، لان ربنا هو مصدر الخير وهو فاعل الخير في البشر. الشر دخيل على البشريه، الانسان في اصله خير، لكن الخطيه افسدت الانسان ودخلت الشر ودخلت الموت معها للبشريه.